الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. اعتاد الناس مع قرب شهر رمضان على ترتيب أمورهم وتجهيز أنفسهم قبله ليتفرغوا للعبادة فيه أو توفير أكبر قسط من الراحة لهم. ومن جانب آخر يوجه بعض الدعاة والمشايخ المسلمين إلى التفرغ لقراءة القرآن والصلاة تحديدا، ويتوقف البعض في هذا الشهر عن الخوض في الأمور السياسية أو الاشتغال بقضايا المسلمين باعتبارها من الصوارف عن العبادة. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء شهر الصوم؟ وما علاقة الجهاد والفتوحات الإسلامية بهذا الشهر الكريم؟ وما مفهوم المجاهدة؟ وهل تختصر بما يتعلق بالعبادة القاصرة على الفرد؟ وهل المطلوب في هذا الشهر أن يعتزل المسلم المجتمع؟ حول رمضان شهر المجاهدة نحاور الشيخ مصطفى البدري الداعية الإسلامي المصري. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك شيخ عبد الله، ومرحبا بالإخوة الضيوف جميعا. أهلا وسهلا بك شيخ مصطفى. شيخ مصطفى، يعني هناك دعوات اعتدنا سماعها قبل رمضان لاعتزال القضايا العامة والتفرغ للعبادة، فما رأيك في هذه الدعوة وما صحتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهنئ الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها بقرب شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركة، وأن ينعم علينا فيه بالانتصارات والفتوحات التي مثل التي أنعم بها على نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة والأئمة من بعده. شيخ عبد الله، الناس يعني ينقسمون ويتفاوتون على حسب قدراتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم. لا نستطيع أن نحمل الناس كلهم على محمل واحد، كما لا نستطيع أن نترك الناس جميعا يخوضون فيما يخوض فيه الخائضون أو يقعون في الأخطاء والسقطات التي لا تنبغي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت مثل هذه الدعوات التي تبدر من أجل الانعزال أو الاعتزال والخلوة بالنفس تكون من أشخاص ليس لهم تأثير في الشأن العام، فبلا شك لهم ذلك وهذا لا بأس به. وأيضا إن كانت هذه الدعوات تخرج من المخذلين والدعاة الذين يوالون أعداء الله ويناصرون أعداء الله، فهؤلاء يسعدوننا ويفرحوننا كثيرا إذا اعتزلوا الشأن العام وسكتوا ولم يتكلموا ولم يهمسوا ببنت شفة في أمور المسلمين العامة. أما أن تكون هذه دعوات عامة للمجاهدين والمناضلين والباذلين والعاملين لدين الله عز وجل أن يتركوا الشأن العام وألا يتكلموا في شؤون السياسة أو فيما يحوط هذه الشؤون كما يحصل الآن في بلاد المسلمين، هناك بلاد فيها مظاهرات وتحركات شعبية، وبلاد فيها جهاد ومقاومة، وبلاد فيها حراك سياسي من أجل إسقاط الحكومات الظالمة الموالية لأعداء الله تبارك وتعالى. هذا مرفوض تماما أن تبدر مثل هذه الدعوات داخل هذه الأروقة أو أن تعمم على أمثال هؤلاء، بل يجب على كل إنسان أن يظل حاملا لسلاحه أيا كان هذا السلاح. إن كان في ميدان المعركة فسلاحه معروف، وإن كان لسانه هو سلاحه فلا بد أن يظل متكلما، وإن كان قلمه هو سلاحه لا بد أن يكتب ويكتب ويكتب في الشأن العام. لا ينبغي أبدا أن يقصر أحد من هؤلاء في الشأن العام بدعوى الانعزال أو بدعوى الخصوصية أو بدعوى الاهتمام ببعض العبادات الخاصة. طيب دكتور، هذا بعيد الشيخ مصطفى كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ مصطفى، تفضل. ربما يستند البعض إلى ما ورد عن بعض السلف وخاصة بعض الأئمة من تركهم للعلم ومدارسة العلم والاشتغال فقط بالقرآن في شهر رمضان، فهل يمكن أن يكون ذلك المسلك في عمومه صحيحا ويمكن أن يطبق في هذا العصر؟ طبعا نحن من المهم أن نستند إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، لكن
كما كان الدكتور صلاح الصاوي دائما يقول سلفية المنهج وعصرية المواجهة، يعني لا ينبغي أبدا أن ننشغل بالكلام عن قضية خلق القرآن في مجتمع لا يعرف شيئا عن هذه القضية. نفس الأمر الآن، إذا أردنا أن نطبق ما فعله السلف من الاعتزال وترك دروس العلم وتوقف كثير من الأعمال، هذا لأن السلف كانوا في وقت الدولة الإسلامية فيه قائمة، الدولة الإسلامية فيه قوية، لها جيوشها ولها بعوثها ولها المرابطون الذين يحمون بيضة المسلمين، ثم لها عبادها ولها علماؤها ولها المتخصصون في غير ذلك من العلوم، يعني كان كل واحد له مجاله الذي يتخصص فيه والذي يتفرد فيه. لم تكن هناك هجمة عامة من أعداء الدين على المسلمين من كل حدب وصوب، لم يكن المسلمون مستضعفين بحيث أنهم بحاجة لكل جهد، بحاجة لكل كلمة، بحاجة لكل قلم يستطيع أن يؤثر ويفيد المسلمين. عندما تكون دولة الإسلام قائمة ويكون هناك المجاهدون الذين ينشرون الإسلام في ربوع الأرض، وهناك المرابطون الذين يحمون حدود الدولة الإسلامية، وقتها نقول للعلماء أن ينشغلوا فقط بالعلم، وللعباد أن ينشغلوا فقط بالعبادة، ولكل تخصصه، وهذا لا ضير فيه وقت أن تتمكن الدولة الإسلامية من تنظيم شؤونها بشكل صحيح. لكن والحالة على ما نحن عليه الآن، والهجوم على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب لا يتوقف ولا ينقطع لحظة واحدة، هنا نقول لا يجوز أبدا أن ينكفئ أحد على شأنه الخاص ويترك أمور المسلمين العامة. ورحم الله ابن القيم عندما كان يتكلم في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الكتاب القيم كتاب مدارج السالكين، قال وسأل بعض الناس عن أفضل العبادة، فبعضهم قال أفضل العبادة ما كان فيه جهد للنفس، وبعضهم قال أفضل العبادة ما كان فيه استحضار للقلب، وبعضهم قال أفضل العبادة ما كان نفعه متعديا، وبعضهم قال أفضل العبادة ما كان بذل للمال. عقب ابن القيم على ذلك كله وقال والصحيح أن أفضل العبادة ما كان موافقا للسنة، حيث إذا احتيج للكرم كان الرجل كريما، وإذا احتيج للعبادة والانعزال كان الرجل مخبتا مقبلا على ربه بقلبه وكليته، وإذا احتيج لرجل يساعد أعمى في مرور الطريق كان هذا الرجل أفضل عابد، وإذا احتيج للمال كان المنفق أفضل عابد، وإذا احتيج للجهاد في سبيل الله كان المجاهد أفضل عابد. هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله، بحيث لا تأسر المسلم عبادة بعينها أو وقت بعينه، إنما هو حر طليق يتحرك في جنات العبادات ويأخذ ويقطف من كل ثمرة ما يحتاجه المسلمون وما يحسنه المسلم في هذا الوقت. طيب شيخ مصطفى، الذي ينبغي هل أن هل هذا يثبت في أذهاننا؟ ربما نستحضر في هذا المقام قصة الفضيل بن عياض مع ابن المبارك عندما خطبه يا عابد الحرمين. أي والله عبد الله بن المبارك هذا مثال فذ من أمثلة العلم والعبادة والجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى إن كل من صنف في الكلام عن السلف كانوا يذكرون عبد الله بن المبارك في كل أقسام، وهو في ذات الوقت تصله رسالة من الفضيل بن عياض وهو العابد المشهور الزاهد المعروف الذي يذكر فيه عبد الله بن المبارك بأمر خاصة نفسه وأنه ينبغي أن يهتم بهذا الشأن بعض الوقت، لكنه يخاطب من؟ يخاطب رجلا عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بهدي الصحابة والتابعين وهو من أفاضلهم عبد الله بن المبارك، فرد عليه قائلا يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذا الرجل الذي قيل عنه الكثير والكثير،
حتى إن كتابا مشهورا للإمام الذهبي اسمه ميزان الاعتدال، هذا الكتاب كان يتكلم فيه الذهبي عن كل من تكلم فيه من السلف، كل من تكلم فيه بجرح وحتى لو كان هناك رد عليه يرد على هذا الجرح، لكنه لم يذكر عبد الله بن المبارك ولم يتكلم فيه بكلمة واحدة. وبعض المعاصرين عندما نظر في ذلك قالوا لأن عبد الله بن المبارك جمع بين العلم والعبادة والجهاد، وهذه صفات نادرة، هذه صفات نادرة يندر أن تجتمع في أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الأفاضل الذين نعرفهم جميعا، كيف كان أبو بكر، كيف كان عمر، كيف كان غيرهم من الصحابة الكرام الذين جمعوا هذه الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم ويثني عليهم، والله تبارك وتعالى يترضى عنهم في كتابه الكريم من فوق سبع سماوات. نعم شيخ مصطفى، ربما هنا لفت في قصة ابن المبارك وكلامه ومخاطبته للفضيل بن عياض بأنه وصفه بعابد الحرمين، أليس في ذلك إشارة إلى أن أحيانا يكون الإنسان له حظ لنفسه في عبادة ما فيزداد فيها ويترك ما فيه مشقة؟ نعم صحيح، يعني أصل التكليف الذي نحن نثبت به عبوديتنا لله عز وجل كما عرفه العلماء هو أن يخرج العبد من داعية هواه ليكون عبدا لمولاه، وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في كلام ابن القيم. لا ينبغي للإنسان أن يكون أسيرا لعبادة معينة، حيثما قادته هذه العبادة انقاد، لا، هو أسير لأمر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف لنا حال المجاهدين وأمة الإسلام ينبغي أن تكون كلها مجاهدة، قال رحم الله رجلا آخذا بعنان رأسه، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان قائدا للجيش أو إن كان قائدا لفرقة من فرق الجيش أو كتيبة من كتائب الجيش كان في مكانه سادا للثغر الذي هو فيه، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن احتاجته أمة الإسلام لأن يحمل الماء ويقدمه للمجاهدين أو أن يكون في مؤخرة الجيش يراقب الأمر من الخلف، حيثما طلب المسلم كان، المسلم يستعد دائما وأبدا حيثما يطلبه ربه تبارك وتعالى يكون، المكان الذي يرجو أن يلقى فيه الله عز وجل يكون فيه. وعندنا خالد بن الوليد مثال فذ من هذه الأمثلة، خالد بن الوليد الذي قاتل المسلمين كثيرا، قاتل المسلمين كثيرا وآذى المسلمين كثيرا حتى كان منه ما كان يوم أحد، بعدما أسلم كان سيفا من سيوف الله، لما حضرته الوفاة، لما حضرته المنية، قال أنا الذي طلبت الموت في مظانه حتى أنني ليس في جسمي موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو ضربة بسيف أو رمية برمح، أموت على فراشي كما تموت البعير لا نامت أعين الجبناء. هذا الرجل يخاطب الذين يخافون من الجهاد في سبيل الله ويريدون أن يعوضوا ذلك بعبادات أخرى، يقول لهم يعني الذي يبحث عن الموت قد يعجز أن يجده وهو يقاتل في ميادين وساحات القتال، والموت سيدرككم وسيأتيكم حيثما كنتم، فلماذا تهربون منه؟ لماذا تفرون منه؟ لا تظنوا أن الهروب من الجهاد سيطيل عمر إنسان أو أن البحث عن الجهاد سيقصر عمر إنسان، كلا، عمر الإنسان مكتوب وأجله معلوم، فالواجب عليه أن ينشغل بالعبادة التي أمره الله تبارك وتعالى بها في الوقت الذي أمره الله عز وجل به. فمن هنا نقول لا يجوز لرجل يحسن القتال أو يحسن إدارة شؤون المسلمين أو يحسن تصدر الساحة، لا يجوز له أن يأتي عليه رمضان ويقول يجب علي أن أنعزل، يجب علي أن أهتم بخاصة نفسي،
لو فعل ذلك كان مقصرا في الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى، أعمل عمرة وأترك من التصدر والريادة والقيادة، أو يخرج إلى العمرة يسافر إلى العمرة. نعم نعم صحيح. نعم. لا ينبغي. نعم. طيب شيخ، لا ينبغي لا أن ينشغل بعمرة. نعم. طيب شيخ مصطفى، فضل ربما هناك أشرت أنت لبعض. نعم. لبعض الدعوات يكون أحيانا ظاهرها النصح لكن من باطنها التخذيل، وهذا جزء من بعض ربما الناس ممن يتصدون الدعوة، ربما يريد من ذلك صرف الناس عن الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر والاهتمام بقضايا المسلمين وإصلاح الأوضاع إلى ما إلى ذلك. نعم صحيح، هذا صحيح. هناك كثير من المخذلين يخرجون علينا في هذه الأيام خاصة ويحضون المسلمين ويحرضونهم على ترك ساحات وميادين المواجهة التي يحتاج المسلمون فيها الآن لجهد كل إنسان، وهدفهم من ذلك أن يثبتوا أركان من يسمونهم بأولياء الأمور وهم الطواغيت الذين يريدون أخذ المسلمين بعيدا عن دينهم وينشرون الفسق والفساد على شاشات ما يسمونه التلفزيون في هذه الأوقات. هؤلاء يريدون للمسلمين أن يتركوا هذه الساحات وأن تفرغ هذه الساحات للأعداء وأن يتمكن الأعداء وأن تثبت أقدامهم وأن تثبت أركان سلاطينهم. هذه الدعوات دعوات خبيثة في الحقيقة، لأنهم لو صدقوا فيها لاعتزلوا هم أنفسهم وسكتوا، لكنهم في الوقت الذي يدعون فيه المسلمين لمثل هذا لا نراهم يسكتون عن دعم حفتر، لا نراهم يسكتون عن دعم السيسي، لا نراهم يسكتون عن دعم بشار، لا نراهم يسكتون عن الطعن في المسلمين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل، لا يكفون ألسنتهم ولا يمسكون أقلامهم عن الطعن في عباد الله الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم وأموالهم من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. من هؤلاء أو من هذه الرؤية يظهر لنا أن هؤلاء خبثاء وأنهم لا يريدون للمسلمين عبادة الله على الحقيقة، إنما هدفهم أن يعينوا أعداء الله وأن يعينوا أعداء هذه الأمة وأن يمكنوا لهم في هذه الأرض. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يستجيب لهم ولا أن يسمع لكلامهم. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: إذا التبست الأمور على المسلم فعليه بأصحاب الثغور، يعني يستمع لأصحاب الثغور لأنهم أقرب الناس لموافقة الحق، أقرب الناس لإرضاء الله تبارك وتعالى، لكن لا يسمع لهؤلاء الذين يقيمون في القصور والفيلات، وهذه قد لا تكون حراما لكنهم يقيمون فيها على دماء المسلمين وأعراضهم. نعم. يقيمون فيها من أجل صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله. هؤلاء لا يسمع لهم في هذه. نعم. الأوقات نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شرورهم. آمين. طيب لو تعرضنا إلى صنف آخر شيخ مصطفى من الناس ربما يقوم بنقيض ما يقوم به هؤلاء في شهر رمضان، فهو لا ينعزل للتفرغ لعبادة من العبادات، بل إنه يتفرغ وليشغل نفسه ويتنقل بين قنوات الفضائية من التفرج على أفلام ربما تكون فيها بعض المخالفات أو مسلسلات أو ما إلى ذلك، وهذا يكثر في رمضان حتى أن رمضان صار موسما لكثير من هذه الفضائيات. يقول الله عز وجل عن خلف سيء خلف الأنبياء والمرسلين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله عز وجل وصف حالهم وبين ما آلهم. هؤلاء انقادوا لشهواتهم ولا علاقة لهم بعبادة الله عز وجل، لا شرقا ولا غربا، لا ينشغلون بأمر العبادة أصلا، ولذلك ضاعت الصلاة عندهم. ومن تضيع منه الصلاة لا ترجو منه خيرا، لا تنتظر منه أن يصوم ولا أن يزكي ولا أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يفعل شيء. هذا الإنسان صار عبدا لهواه، صار عبدا لشهوته،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود للدينار ولا للدرهم ولا للألبسة ولا لمثل هذه الأمور، لا، لكن شهوته وتعلق نفسه بها جعلته يترك ما أمر به من عبادة الله تبارك وتعالى وينشغل بهذه الأمور السيئة، بهذه الشهوات واللذات التي عاقبتها الخسران المبين، فسوف يلقون غيا عياذا بالله. وإذا شيك فلن تقش، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعرض لألم فلن ينشغل به المسلمون، لن يرفع عنه ألمه، لن ينزع هذه الشوكة من جسده، بل سيتركونه لأنه إنسان لا يستحق مثل هذا. هذا لا يهتم لا بأمور المسلمين ولا يهتم بأمر نفسه، إذا نظر له المسلمون وجدوه غارقا في الشهوات واللذات التي أصبح مثل العابد لها أو أصبح عابدا لها بالفعل. نعم. هذا الإنسان عياذا بالله يعيش في الدنيا متألما متحسرا، ثم إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى وجد نفسه في خسران مبين. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب شيخ مصطفى، ربما بعد هذا العرض والوصف لكلا لأصناف الناس في شهر رمضان، نريد أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان باختصار وجيز. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان كما ذكره ابن القيم رحمه الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من جبريل، وكان يدارسه القرآن في كل رمضان، يعني كان إذا دخل رمضان كان شهرا لمدارسة القرآن بين أمين الوحي جبريل عليه السلام وأمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه عبادة لا يفعلها في غيره من أيام السنة ولا من أشهر السنة. وفي ذات الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أمور دينهم، وكل هذا لم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيادة الأمة في الغزوات والفتوحات. فكانت غزوة بدر الكبرى في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان، وكان فتح مكة الشهير في شهر رمضان، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجهاد في سبيل الله رغم انشغاله بأمور العبادة والعلم والدعوة إلى الله، بل إن الأمر وصل إلى أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر وهم متجهون إلى مكة حال الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم أولا رغبهم في الفطر لكنه لم يعزم عليهم، ثم بعد ذلك حثهم عليه حثيثا وأمرهم به أمرا جازما كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس أصر على الصيام وهو مجهد متعب، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أهم عبادة في رمضان هي الصيام بلا خلاف، لكن إذا تعارض هذا الصيام مع أمر الجهاد في سبيل الله وأمر إحياء هذه الأمة وأمر مواجهة أعداء الله، كان الأمر الأولى للجهاد، قدم الجهاد آنذاك وأبيح الفطر من أجل أن يقدر المسلم على القيام بواجبه. بل لما انقسم المسلمون وبعضهم صام وبعضهم أفطر وكان الصائمون ضعفاء، قام المفطرون بأمرهم، قام المفطرون بالجهاد، وقام المفطرون بمداواة الجرحى، وقام المفطرون بمساعدة الصائمين والقيام على أمرهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم جمعوا جملة من العبادات وهم في ذات الوقت سيقضون عندما يرجعون من الجهاد في سبيل الله. كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا النهج سار الصحابة الكرام. كانت
غزوة البويب، الغزوة نعم المشهورة سنتعرض التي كانت عبارة شيخ مصطفى عن عدة غزوات. شيخ مصطفى سنتعرض لهذه الغزوات والفتوحات التي حدثت في شهر رمضان، ولكن نستأذنك في فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليك. وها هو خير الشهور قد أقبل، وها هي نفحاته باتت تطرق أبواب القلوب. كذلك لما نتكلم عن النفحات هذه في هالشهر رمضان المبارك، احنا نبغى نعيش النفحات لنعيش معها خير الأيام وأفضل الليالي، وننشد فيه أسمى ما يراد. وما توفيقي إلا بالله هذا الشهر المبارك، وهذا توفيق المولى سبحانه وتعالى لينا جميعا بفضل ربي علينا، لنضع بين أيديكم خير ما تجود به القلوب، فما خرج من القلب لا يصل إلا إلى القلب. إن شاء الله ربي يوحد جمعنا ويوحد قلوبنا، لأن العبرة بالقلوب شهر رمضان. إلى القلب أزف عبير أشجان. من القلب مع الشيخ محمود بن حمزة، قريبا في رمضان على قناة التناصح. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. شيخ مصطفى، ربما ذكرت بعض الغزوات التي شارك بها النبي أو قادها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولكن نريد أن نسألك أيضا عن الفتوحات الإسلامية، فكانت أيضا كثير من هذه الفتوحات حدثت في هذا الشهر الفضيل، ربما تذكرنا ببعضها وأيضا تذكر لنا ما الدلالة التي نستفيدها من حدوث مثل هذه الفتوحات في هذا الشهر. كان أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، قد أرسل جيش المسلمين إلى بلاد فارس، وغزا المسلمون هناك وحصلت معارك كثيرة، حتى وصلوا إلى هزيمة أصابتهم في معركة اسمها معركة الجسر، وكانت في شهر شعبان من العام 13 من الهجرة. هذه الخسارة أو الهزيمة التي مني بها المسلمون، وكان قائد المسلمين المثنى ابن حارثة، لم يرجع المثنى إلى المدينة بجيش المسلمين، بل انحاز بالمسلمين إلى مكان شرق الفرات، وأرسل إلى خليفة المسلمين آنذاك ليرسل له المدد. وبعض الروايات أن المثنى ذهب بنفسه بسرعة ليدرك أبا بكر، لكنه وجده في الرمق الأخير، مات أبو بكر وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة، فجهز عمر جيشا كان قوامه قرابة 4000 مقاتل ليدعم جيش المثنى ابن حارثة. كان على رأس هذا الجيش جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وخرج جرير ابن عبد الله ووصلت الأخبار إلى جيش الفرس، ودب الرعب في نفوسهم، وأرادوا أن يجهزوا على جيش المثنى قبل أن يصل إليهم المدد بقيادة جرير بن عبد الله. فانحاز المثنى بن حارثة إلى مكان اسمه البويب، هذا المكان شرق الفرات قريب من نهر صغير اسمه نهر البويب، انحاز إلى هذا المكان. ولما جاء جيش الفرس كان المثنى بن حارثة قد حاصر المكان بشكل يعني متقن ومحكم، حتى وصله المدد، وانتصر المسلمون في هذه الغزوة انتصارا ساحقا، حتى عدوا 100 من المسلمين قد قتل كل واحد منهم 10 من الفرس، كان كل واحد يقاتل 10 ويقتلهم، 100 من المسلمين حققوا يعني حققوا هذا الإنجاز الكبير، وكان هذا النصر العظيم لجيش المسلمين في غزوة البويب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حتى بعد ذلك في عهد الأمويين، وهذا كان في رمضان، وبعد ذلك في عهد العباسيين،
نعم، كان كل هذا الذي أذكره في رمضان. كان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد في العام 92 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك كان بعدها غزوة عمورية أو موقعة عمورية التي قادها المعتصم، وكانت بعد ذلك فتح بلقراد، كان فتح بلقراد على يد السلطان سليمان القانوني. هذا في الدول الإسلامية المتتابعة، دولة الرسول، دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودولة الخلافة الراشدة في عهد أبي بكر وعمر، والدولة الأموية، والدولة العباسية، والدولة العثمانية. لم تتوقف دولة من دول الإسلام عن الغزو والجهاد في شهر رمضان من أجل التفرغ للعبادة، بل كانت جيوش المسلمين تتحرك في هذه الأوقات، وكانوا يحملون الراية ويرفعونها في شرق البلاد وغربها إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. لم يمنعهم الصيام ولم يمنعهم رمضان عن الجهاد أو الغزو في سبيل الله. هذه هي الدلالة التي ينبغي أن نقف معها جيدا. هنا شيخ مصطفى، أليس كأن في رمضان هناك خصوصية لهذه الفتوحات، بحيث أن هذه الفتوحات كان لها يعني أثر كبير في انتشار الإسلام، وليست مجرد يعني فتح بلدان ومدن، بل كانت لها أثر كبير جدا في انتشار الإسلام. فيعني هل في ذلك دلالة في حدوث هذه الغزوات والفتوحات في شهر رمضان بالذات؟ بلا شك كان المسلمون المجاهدون يستعينون بدعوات العباد في هذا الشهر الفضيل وبقربهم من الله تبارك وتعالى. يعني في ضمن آيات الصيام التي ذكرت في سورة البقرة قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية ضمن آيات الصيام فيها دلالة على أن الدعاء مستجاب في هذا الشهر وفي هذا الوقت، فكان المسلمون يستعينون بهذا الوقت الفضيل من الدعاء والتقرب إلى الله تبارك وتعالى ليستنزلوا نصر الله عز وجل. ومن جهة أخرى كما ذكرت يا شيخ عبد الله، كان المسلمون إذا دخلوا هذه البلدان في حال سواء كانوا صائمين أو حتى مفطرين لكنهم معظمين لشهر رمضان، كانت تظهر عليهم أخلاق العباد الزهاد. فإذا رآهم الكفار، إذا رآهم عامة من ليسوا بمسلمين بهذه الأخلاق، بهذه الصفات الحسنة، كانوا بلا شك يقبلون على التعرف على هذا الدين، كانوا يقبلون على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. نحن في مصر نعلم يقينا أن الجيش الذي دخل مصر وفتحها كان لا يتعدى عشرات الآلاف، لكن ما الذي حصل بعد ذلك لأهل مصر؟ أصبحوا الآن أكثر من 100 مليون، 95% منهم مسلمين. هل هؤلاء هم أولاد الجيش الذي دخل به عمرو بن العاص مصر؟ لا، هؤلاء أبناء المصريين الذين تركوا دينهم لما رأوا من سماحة الإسلام ودماثة خلق المسلمين وحسن الصفات التي يتصفون بها. فكان المسلمون إذا دخلوا بلادا في رمضان وهم أصلا يلتزمون حدود الله تبارك وتعالى، لكنهم يعلمون أن لهذا الشهر حرمة خاصة، فكانت تظهر عليهم صفات هذا الشهر، كانت تظهر عليهم صفات شهر رمضان. حتى المفطر منهم كان يلتزم بآداب هذا الشهر الكريم، كان يحرص على أن يكون كريما، يكون مبتسما، يكون خلوقا. هذه الصفات كلها كانت تؤثر في غير المسلمين، ولذلك كانوا يقبلون على دين الله تبارك وتعالى. طيب شيخ مصطفى، ربما الآن سلطت الضوء في قضية الجهاد في شهر رمضان وهذه الفتوحات الإسلامية، لكن هل المجاهدة في رمضان تقتصر على جهاد الأعداء في ميدان المعركة أم لها معاني أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نربط أولا أموالكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس
في طبيعة الحال كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يكون أجود من الريح المرسلة كما ثبت في الصحيح. فهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أصحاب المال الذين لا يستطيعون الجهاد بالنفس أن يدعموا المسلمين بأموالهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. فإذا كانوا كراما في الأصل، إذا دخل عليهم رمضان ينبغي أن يكونوا أكثر كرما، ينبغي أن يكونوا أكثر جودا. لكنني أذكر لفتة مهمة هنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن دينار يحتاجه المجاهدون ويحتاجه الفقراء في نفس الوقت، أين يوضع هذا الدينار؟ قال: لو وضعنا هذا الدينار للفقراء لقتلنا المجاهدين وقتلنا الفقراء، لأن الكفار إذا فرغوا من المجاهدين قتلوا هؤلاء الذين لا يجاهدون. ولو أننا وضعناه عند المجاهدين لأبقينا على المجاهدين وأبقينا على الفقراء، لأن المجاهدين بفتوحاتهم يرجعون بالغنائم على المسلمين، وترجع الأموال والخيرات على بلاد المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأهل الجود والكرم، أهل الأموال الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل، ينبغي عليهم أن يضعوا المجاهدين في سبيل الله ضمن أولوياتهم. الجهاد في سبيل الله عز لهذه الأمة وشرف لهذه الأمة، والعودة بالنصر يعود على الأمة الإسلامية بالخير العظيم والوفير. الأمر الثاني بألسنتكم. واللسان الآن لم يصبح قاصراً على المنابر الدعوية التي يلقي فيها الخطباء خطبهم والمحاضرون محاضراتهم، بل اتسع الأمر وأصبحت المنابر يعني فسيحة، وخاصة الأقلام. أصبحت الكلمة الآن تصل إلى الآفاق دون أن يدري كاتبها أنها ستبلغ هذا المبلغ. يستطيع الإنسان أن يكتب في الصحف، يستطيع الإنسان أن يكتب على مواقع الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، رسائل بسيطة تدعم المجاهدين في سبيل الله وتساندهم وتقف بجوارهم. هذه الرسائل وهذه الكلمات تفيد المسلمين أيما فائدة. فهنا نقول إن جهاد أعداء الله لا يقتصر على ساحة من الساحات، بل في كل الساحات، بل حتى أقولها وأنا رجل سلفي وأعرف أن السلفيين ينتقدونني في هذا، ساحة الفن، ساحة الفن ساحة ينبغي أن يخترقها المسلمون وأن يبلغوا رسالتهم عبرها. شاشات التلفزيون التي نتكلم عن طريقها الآن لا تجذب المجاهد، لا تجذب المشاهد فقط لمتابعة الأخبار ولمتابعة البرامج الدعوية، بل يحتاج لمثل برامج اجتماعية أو بعض الأمور الدرامية التي تخاطبه وتحل له مشكلاته التي يعاني منها ليل نهار. هؤلاء ينبغي أن نخاطبهم بلسانهم. الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا اللسان الذي يفهمونه قد يكون عن طريق الأفلام والمسلسلات، بعيدا كل البعد عن الفحش والمجون والمشاهد الخليعة والخروج عن الجادة. ينبغي أن نخاطب هؤلاء وأن نصل إليهم. كل من يستطيع أن يبلغ رسالة الإسلام بطريقة من الطرق وبوسيلة من الوسائل، يجب عليه أن يستغل هذه الطريقة وهذه الوسيلة لينصر دين الله عز وجل، ويكون آنذاك مجاهدا في سبيل الله بحسن نيته وصدق عزمه وإقباله على أداء الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. طيب شيخ مصطفى، ربما كنت أريد أن أسألك عن دور المثقفين والنخب في المجاهدة، لكن ذكرت الآن جزء من ذلك. السؤال الآن: ما كيف يمكن التوفيق بين مدافعة الباطل والعزلة للخلوة بالنفس والتفرغ للعبادة وتزكية النفس أيضا، ولنفسك وعليها حق، لها حق عليك يعني؟
نعم بلا شك ينبغي على المسلم أن يحرص على الجمع بين هذا كله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج بالمسلمين يوم بدر، وكان يوما عصيبا على المسلمين، كانوا قد خرجوا لملاقاة قافلة فوجدوا أنفسهم في مواجهة جيش بغير أهبة ولا استعداد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسلمين الذين خرجوا معه بعين الشفقة، لكنه قام بواجبه كقائد للمسلمين وصف الصفوف ووضعهم في مواضعهم التي يحسنونها، ثم هو بعد ذلك أخذ جانبا بينه وبين ربه تبارك وتعالى، رفع يده إلى السماء متبتلا مبتهلا لربه جل وعلا: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، يستحضر قلبه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ليس بالهين، أن يخلو العبد بربه وأن يستحضر قلبه وأن تسيل دمعته على خده شفقة على نفسه وعلى المسلمين، هذا أمر مطلوب. وأبو بكر الصديق يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة بعدما سقط رداؤه عن منكبه عليه الصلاة والسلام، فيقول: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك وعده. الشاهد أن المسلم لا يميل كل الميل إلى طرف ثم هو يترك الأطراف الأخرى، لكنه يجتهد بالدعاء لربه جل وعلا للتوفيق، لكن إذا حصل تعارض يقدم الأولى فالأولى. يعني هو حريص على عبادته، مثلا أمر الصلاة أمر لا يجوز أبدا التقصير فيه، حتى نزلت صلاة الخوف لئلا يقصر المسلمون في شأن الصلاة حال الجهاد. يعني إذا حضرت الصلاة والمسلمون في مواجهة الكفار ينبغي عليهم أن ينظروا كيف يؤدون الصلاة كما أمرهم الله تبارك وتعالى، يقسمون أنفسهم فريقين، فريق يواجه وفريق يصلي، أو يقفون كلهم في الصلاة، فريق يركع ويسجد وفريق يظل قائما، ثم في الركعة الثانية يحدث العكس. هذه الصفات التي وردت في شأن صلاة الخوف تدلنا على أن حتى المسلم في حالة المسايفة أن يكون حريصا حتى نعم لابد أن يكون المسلم حريصا على عبادته حتى وقت مواجهة العدو. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما حدث أن صلاة العصر فاتتهم، عندما تحرك عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة قال: ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني حتى وهو يواجه أعداء الله كان مشغولا بالعبادة، لم ينسها عليه الصلاة والسلام. هذا يذكرنا بهذا الأمر جيدا، أننا حتى ونحن نجاهد في سبيل الله ينبغي أن نتخلق بأخلاق المجاهدين، وينبغي أن يكون حرصنا على إرضاء الله عز وجل هو الأساس وهو الأهم أمام أعيننا، فلا نترك شيئا في مقابل شيء إلا إذا حصل تعارض. إن لم يحصل التعارض فالجمع هو المطلوب. كان المجاهدون في سبيل الله يقومون الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في غزواته، بل كان المرابطون الذين هم مكلفون بحماية المسلمين بالليل كانوا يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، بل كان بعضهم يصاب بالسهم وراء السهم ولا يخرج من صلاته حتى ينتهي من القراءة التي يقرأها. وكان هذا قد حدث من عباد بن بشر رضي الله عنه عندما أصيب بسهم وراء سهم وراء سهم، ولما سئل في ذلك قال: كنت أقرأ سورة الكهف وما أردت أن أقطعها. هؤلاء كانوا يعبدون الله عز وجل حق عبادته. المسلم ينبغي أن يضع إرضاء الله تبارك وتعالى نصب عينيه. هو ليس عبدا لنفسه، ليس عبدا لشهوته، ليس عبدا حتى للجهاد في سبيل الله، إنما هو عبد لربه تبارك وتعالى، حيثما وجهه يتوجه. فهذا هو الواجب علينا، أن نحرص على ما ينفعنا. إن قدرنا على الجمع بين هذه الخيرات والفضائل كلها فبها ونعمت، إن لم نقدر ف
فلكل مجاله. المجاهد الذي كلف بالجهاد هذا فرض عين عليه أن يقف في الساحة وإن تخلف عن بعض العبادات، والعابد الذي لا يحسن الجهاد ولا يستطيع أن يتكلم حتى لتحريض المسلمين على الجهاد فهذا ينشغل بخاصة نفسه. وأصحاب الأعذار الله عز وجل ذكرهم في كتابه الكريم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بشرط إذا نصحوا لله ورسوله، إذا لم يكونوا مخذلين أو مثبطين، إذا لم يمنعوا عباد الله عز وجل عن الجهاد، وإذا لم يطعنوا المجاهدين في ظهورهم ولم يتكلموا عنهم كلمة سيئة، بل يجب عليهم أن يحموا ظهور المجاهدين وأن يقفوا مع أهليهم بالرعاية والعناية وأن يكونوا خير ردء لهؤلاء المجاهدين في ظهورهم حتى تكتمل طاقات الأمة وتكتمل الوظائف كلها ليقوم المجاهد بدوره ويقوم المعلم بدوره ويقوم المجاهد طيب شيخ مصطفى العابد بدوره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. آمين. فضل شيخ عبد الله. شيخ مصطفى، ربما أيضا الصيام لا شك أنه فيه مشقة، مشقة العطش ومشقة الجوع، ولكن ورد في الحديث بأن رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لا ينال شيئا من الأجر والثواب. السؤال، ما سبب الحرمان من الأجر العظيم لهذا الصوم؟ الله عز وجل قال في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني الأصل أن المسلم يترك الطعام والشراب إرضاء لله عز وجل، ليس لأن الناس يصومون هو يصوم، الذي يصوم لأن الناس يصومون تراه يقصر في شأن الصلاة، وكثير من المسلمين يفعل هذا بلا شك. هذا رجل نستطيع أن نقول له: ليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، لأنك لم تفعل ذلك من أجل الله عز وجل. إن كنت تفعل من أجل الله فأمر الصلاة أعظم، وإن كان هذا عظيما، يعني إن كان هذا عظيما وهذا عظيما، لكن شأن الصلاة أعظم، لأنها الركن الأعظم بعد توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك الغيبة والنميمة، وهذه دلالات على سوء الخلق، دلالات على سوء الخلق. لذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، أن الذي يقع في الغيبة قد أفسد صيامه، يفسد صيام العبد بالوقوع في الغيبة. فهؤلاء الذين ورد الحديث في شأنهم أنه يدع الطعام والشراب دون أن يدع ما نهاه الله عز وجل عنه. الطعام والشراب حلال في الأصل، يعني هذه أمور أباحها الله تبارك وتعالى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن الله تبارك وتعالى منع منها فقط في نهار رمضان والأيام التي يجب على المسلم أن يصومها. فما بالك بالأمور التي هي محرمة في الأصل، أمور يعني كلها ذنوب يتحملها المسلم في حياته الطبيعية، يزداد إثمها ويزداد وزرها إذا وقعت منه في شهر رمضان، وإذا وقعت منه في وقت هو يقول عن نفسه أنه صائم. فهذا الرجل صيامه هو الجوع والعطش، ليس صياما حقيقيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، وليست هذه دعوة في أن يضع الصيام، لا، الدعوة للعكس، لكنها من باب الزجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من باب الزجر، يعني ليس لله حاجة في أن يظل على هذه الحالة التي يعصي فيها الله تبارك وتعالى. لأنه يكون قد جمع بين العبادة والمعصية في آن واحد. والأولى بالمسلم أن يحرص على الجمع بين العبادات، وهذا دليل على قبول العبادة. من علامات ودلالات قبول العبادة أن يكون المسلم في حالها متلبسا بالعبادات الأخرى وحريصا على العبادات الأخرى وبعيدا عن الفواحش وبعيدا عن المنكرات. كل هذا يدله على أنه حقق الهدف من الصيام، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. والتقوى هي أن يتقي الله، أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى، وأن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه. طيب شيخ مصطفى، قد انتهى وقت الحلقة، لكن في عجالة وقضية ونحن نتحدث عن المجاهدة والمشقة، هل هناك فرق بين الصيام في أرض الوطن والصيام في الغربة؟ والله يا شيخ عبد الله أنت يعني كأنك تضغط على جرح. نعم. لأننا في الحقيقة مطرودين من أوطاننا، يعني لم نخرج من أوطاننا برغبتنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حال هجرته نظر إلى مكة مودعا يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم. فنحن ما كنا نود أن نخرج من أوطاننا وأن نترك أهالينا وأحبابنا الذين تربينا ونشأنا وسطهم ومعهم، لكن هكذا قدر الله تبارك وتعالى، ووطننا حيث نستطيع أن نعبد. نعم. ربنا جل وعلا. نعم. لذلك نحن هنا الحمد لله في بلد مسلم. يعني تركيا بلد مسلم، فيها من المشاعر والشعائر الإسلامية الكثير والكثير، وهي بحاجة كذلك لأمثالنا لنعوض نقصا كبيرا حصل عندهم جراء بعدهم عن الإسلام لقرابة قرن من الزمان. وهكذا المسلم نشعر بالفرق أحيانا. نعم. والمسلم ينفع حيثما كان. نعم. يكون تفضل. مفتاح خير إن شاء الله ومغلاق للشر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم شيخ مصطفى صيامكم وجهادكم ومواقفكم وتجدون في ميزان حسناتكم. نشكركم على هذه المشاركة الطيبة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.